دلوقتي هنروح مع حضراتكم بما انه النهارده الاثنين طبعا بدايه الاسبوع الزحمه، يعني الحد هو البدايه الرسميه ولكن الاثنين دايما يقولوا بيبقى في بدايه زحمه كده، ولكن يمكن في هذه الساعات المبكره من الصباح ما بيبقاش لسه في تكدسات مروريه كبيره. عموما هنشوف، نروح مع حضراتكم لاستعراض للحاله المروريه في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفه عمليات الاداره العامه لمرور الجيزه مع الزميله شيرين مجدي اللي معانا على الهواء مباشره. يا صباح الخير عليكي شيرين، اليكي. صباح الخير يا منى وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز. بالفعل انا من داخل الاداره العامه لمرور الجيزه وتحديدا من غرفه العمليات في بدايه الاسبوع كما ذكرتي، ولكن انا بنلاحظ من خلال متابعتنا لشاشات سيوله مروريه واضحه في اغلب الطرق والمحاور الرئيسيه في هذه الساعات الباكره من اليوم، وده اللي بنتابعه من خلال الشاشات اللي ناخدها فيها في جوله حاليا معكم على الهواء مباشرة. وبنبتدي من كوبري الدقي واللي بنلاحظ عليه سيولة مرورية في كلا الاتجاهين سواء القادم من جامعة القاهرة وحديقة الأرمان باتجاه شارع البطل، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر كما توضحه الصورة. كذلك أيضا الوضع بالنسبة لشارع التحرير في كلا الاتجاهين سواء القادم من شارع السودان باتجاه ميدان الجلاء، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر بنلاحظ عليه سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهين في شارع التحرير. بنتقل معاكم ايضا مشاهدينا لميدان مصطفى محمود واللي بنتابع فيه ايضا سيوله مروريه واضحه في شارع جامعه الدول العربيه والقادم من شارع البطل باتجاه ميدان سفنكس، وكذلك ايضا الاتجاه الاخر بنلاحظ فيه سيوله مروريه واضحه في كلا الاتجاهين في ساعات الصباح الباكرة. بنتابع معاكم مشاهدينا وننتقل لشارع ثروة ومنزل كوبري صفت اللبن باتجاه جامعة القاهرة، بنلاحظ في المنزل في سيولة مرورية واضحة في كلا يعني في هذا الاتجاه في هذا التوقيت، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر القادم من جامعة القاهرة باتجاه محور صفت ومنه إلى الجيزة أو القاهرة بعد ذلك، يعني بنلاحظ في سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهين. انتقل معاكم مشاهدينا لشاشات أخرى وميدان سفنكس واللي بنلاحظ على كوبري 15 مايو يعني القادم من إمبابة والقاهرة أو الزمالك باتجاه محور 26 يوليو، كذلك أيضا الاتجاه الآخر قادم من المحور باتجاه الوراق والزمالك سيولة مرورية واضحة في كلا الاتجاهين، وكذلك أيضا متجه لشارع عرابي باتجاه الدائري أو القادم من منزل الدائري باتجاه شارع جامعة الدول العربية أيضا بنلاحظ في سيولة في هذا التوقيت. هذا الشريان الهام كوبري 6 أكتوبر وفي هذه المنطقة تحديدا بنلاحظ فيها سيولة مرورية واضحة للقادم من خدمات شارع البطل باتجاه القاهرة ومدينة نصر ويعني التجمع وما إلى ذلك، أيضا بنلاحظ فيها سيولة مرورية واضحة، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر بالنسبة كمان الوضع بالنسبة لمنزل الزمالك أو كورنيش النيل، أيضا المخارج في هذه المنطقة بنلاحظ فيها سيولة مرورية واضحة في هذا التوقيت. بنتقل معاكم مشاهدينا لميدان الجلاء والقادم من شارع التحرير باتجاه كوبري الجلاء، وكذلك ايضا الاتجاه الاخر بنلاحظ فيه سيوله مروريه واضحه، وكذلك ايضا المتجه الخدمات شارع مراد، وكذلك ايضا يعني في هذه التوقيت نفق الجلاء ايضا بنلاحظ فيه سيوله مروريه واضحه بالنسبه للمدخل الخاص به، سيوله مروريه واضحه بصفه عامه في ميدان الجلاء. بختم معاكم مشاهدينا من ميدان الكتكات واللي بنلاحظ ايضا فيه سيوله مروريه واضحه خاصه مع افتتاح محطه مترو الانفاق في هذا المكان، والمتجه الى نفق الجلاء او المتجه الى امبابة ايضا بنلاحظ سيوله مروريه واضحه في ميدان الكتكات بصفه عامة. يعني كما ذكرتي منا احنا نحن في بداية الأسبوع، ولكن بنلاحظ في سيولة مرورية واضحة في أغلب الطرق والمحاور الرئيسية من خلال متابعتنا للشاشات من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة. بعود إليكي منا في الاستوديو مرة أخرى. شكرا لك شيرين على هذه التفاصيل عن الحالة المرورية.